يا مرحبا بك لما جيت هليت يا عيد يا عيد هليت يا مرحبا بك لما جيت يا مرحبا بك لما جيت هليت يا عيد يا عيد هليت يا مرحبا بك لما جيت هليت يا عيد يا عيد هليت يا مرحبا بك لما جيت هليت يا عيد يا عيد هليت يا عيد هلالك من بان جمعنا ويا الخلان يا عيد هلالك من بان جمعنا ويا الخلان ونغني بيك الالحان يا فرحتنا من هالليل ونغني بيك الالحان يا مسعدنا من هالليل هليت يا عيد يا عيد هليت يا مرحبا بك لما جيت هليت يا عيد يا عيد هليت يا مرحبا بك لما جيت. أعزائي المشاهدين، من المعروف أن الزي العماني التقليدي هو الأصالة والتراث، وهو لباس الأجداد والأمهات والجدات، وكثيرات منهن من الجدات والأمهات سهرن على تطريز وحياكة ثوب برز فيه إبداعهن اليدوي وفنهن الجميل الرائع. ومن المعروف أيضا أعزائي المشاهدين أن لكل منطقة من مناطق عماننا الحبيبة زيها الخاص، والذي يتسم ببعض المواصفات الخاصة والتي تميزه عن غيره من لباس المناطق الأخرى. بارك يا عيد مبارك أحلى الأيام نهارك بارك يا عيد مبارك أحلى الأيام نهارك لما الخير وطل الخير لما طلت أنوارك بارك يا عيد بارك يا عيد بارك يا عيد مبارك بارك يا عيد مبارك يا عيد الإنساني من المولى أغلى هدية يا عيد الإنساني من المولى أغلى هدية للعيد في بلادنا مظاهر جميلة اكتسبها الإنسان العماني من أجداده ولا يزال محافظا عليها إلى يومنا هذا، فإلى جانب شراء الأضحيات والملابس وغيرها يتجه كل عماني قبل يوم العيد لشراء الحلوى العمانية، والتي يقول البعض عنها إنها تعود إلى آلاف السنين عندما كان لعمان تاريخها البحري العريق، وكان لبحارتها اتصالات وثيقة مع الفراعنة الذين حكموا مصر، فيما هناك من يقول إن تاريخها يعود إلى 1000 عام. والحلوى العمانية فريدة في نوعها ولا يجدها إلا العمانيون. أما العرسية التي تعتبر أشهر وجبة في أنحاء السلطنة، فإن الإحداد لها يأخذ وقتا طويلا، ربما يستمر أكثر من 12 ساعة. تبدأ مراحلها بذبح عدد من الماعز والأغنام حسب ما هو متوفر لدى المواطنين، وعادة ما يكون اللحم المخصص للعرسية متساويا مع الأرز من حيث الوزن حتى تكون متشابكة ولذيذة. وبعد الانتهاء من الصواطة تفرغ من القدر المعروف بالمرجل إلى صحون كبيرة، ثم تقدم ساخنة للأهل والأقارب والأصدقاء الذين تغص بهم المجالس في مثل هذه المناسبات.
يرددوا يا رب يعود العيد. هيا معي قولوا أمان العيد. هيا معي رددوا يا رب يعود العيد. املأوا الدنيا وئام وابتسامة وسلام وابتهاجا بالمحبة والبسوا الثوب الجديد. املأوا الدنيا وئام مرحبا مرحبا بالعيد يا مرحبا 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 بالعيد يا مرحبا.